اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. النهارده هنتكلم فيه عن اهم النصائح والتحذيرات والتوقعات لمواليد برج الجدي الترابي في عام 2024. هنقول بشارات هامه وتحذيرات قويه جدا جدا لكل مواليد برج الجدي. قبل ما ابتدي في الفيديو قولولي بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، عشان ببسط جدا اعرف ناس تتابعني من فين. وبتابعوني جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، وتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو. لو اول مره تابعوني بليز تشتركوا في القناه. طيب برج الجدي، اول حاجه عايزين نقول ان هي سنه التطور، سنه التقدم، سنه ال achievement، سنه قويه جدا، سنه ايجابيه جدا، سنه من افضل سنين مواليد برج الجدي. فانا شايفاها سنه ايجابيه سواء النص الاولاني او النص الثاني. في خبر حلو جدا جدا لمواليد برج الجدي، ان انا مش شايفه في مواجهات او في كواكب بترخم عليك يا مواليد برج الجدي. فعايزاكم تكونوا بقى داخلين السنه كلكم تفاؤل وسعاده وانشكاح كده. وانا كنت عارفه ان مواليد برج الجدي عدوا بسنه صحيه ما كانتش الافضل في عام 2023. قولوا لي الكلام ده صح ولا لا، قولوا لي هل فعلا كان عندكم وعكه صحيه او مشاكل صحيه ممكن تكون ضايقتكم مواليد برج الجدي اخر شهرين في السنه ولا لا. طيب هنقسم السنه لنصين، النص الاولاني اللي هو من اول السنه لحد يوم 25 مايو، والفتره دي المشتري موجود في بيت الحب والغرام والعشق والرومانسيه بتاعك يا برج الجدي، وموجود في بيت في برج الثور. فمشتري موجود في الثور بيدعمك، بيديلك طاقه، بيديلك رومانسيه. يعني انا شايفه ان شاء الله باذن الله مواليد برج الجدي عندهم فرصه حلوه جدا جدا للارتباط والزواج، وهي سنه زواج وسنه ارتباط رسمي مواليد برج الجدي. يبقى هي سنه ان شاء الله باذن الله هتكون حلوه، هتكون ايجابيه، هتكون كويسه. في فترات هنحذر منها، زي مثلا شهر ابريل. شهر ابريل ممكن يكون شهر مش مدعوم، شهر صعب عليك، وهنتكلم في اخر الفيديو ايه الشهور اللي لازم تاخد بالك منها وايه الشهور المميزه بالنسبه لك. بس انا عايزه اقول لكم ان اول ست شهور الشمس المشتري كوكب الحظوظ السعيده او جوبيتر بيدعمك، لانه موجود في برج الثور الصديق ليك، فبيديك طاقه مشاعر، طاقه حب، طاقه كده تحس ان انت رومانسي كده يا برج الجدي، وغير طبيعتك. يعني تحس ان انت غير طبيعتك ومهتم جدا بالبارتنر بتاعك، في انسجام، في علاقات حلوه. حتى المتجوزين تحسوا كده بتحسن في علاقاتكم مع البارتنر بتاعك. اما النص الثاني من بعد يوم 26 مايو لحد اخر السنه، فالمشتري هيتنقل لبرج الجوزاء، وده بيت برج الجوزاء، وده بيت بيدعم لك التجمعات العائليه، وبيدعم الاسره، بيدعم شؤونك البيتيه والمنزليه، وكمان العمل والمهنه. فانت طول السنه ملك من ملوك الحظ. يعني النص الاولاني الحب والرومانسيه والعاطفه، والنص الثاني في المهنه والعيله والاهل والصحاب والاصدقاء واجتماعيا. كمان الخبر الحلو جدا جدا ان من يوم 21 فاينلي من يوم 21 يناير، بلوتو اللي كان في برجك عمال يطحن فيك، عمال يديلك دروس، عمال يوجعك، عمال يتعبك بقاله 20 سنة يا برج الجدي، وبلوتو موجود عندك في بيتك، فاخيرا هيتنقل لبرج الدلو. فطبعا يمكن هي هتتنقل في برج الدلو في بيت الاموال العكسيه بالنسبه لك، او بيت الاموال السلبي، فده ممكن يخلي شويه عندك مصاريف زياده، ودي من الحاجات اللي لازم نحضر فيها مواليد برج الجدي، لان بلوتو في بيت المال العكسي او السلبي بالنسبه لك، فده بيعمل لك مصاريف زياده، بتلاقيك بتصرف فلوس على حاجات تافهه، بتصرف فلوس من غير تفكير. وعاده برج الدلو الجدي من الابراج اللي بيركز جدا جدا في مصاريف. انا شايفه كمان زحل في موقع داعم ليك جدا جدا، بيديلك قوه اجتماعيه، تحس ان انت محبوب كده، الناس كلها بتحبك، الناس كلها عايزه تقرب منك. فانا شايفه ان زحل موجود في موقع داعم ليك يا مولود برج الجدي. يبقى زحل بيدعمك، المشتري بيدعمك طول السنه سواء النص الاولاني او النص الثاني. بلوتو في موقع داعم، في موقع افضل بكتير جدا. يعني انا شايفه ان كل الكواكب في موقع قوي جدا جدا بالنسبه لكم. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، ولو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، لو بتتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. يبقى انت يا برج الجدي لازم يعني تفهم ان انت من اكتر الابراج المستفيده من عام 2024. يعني اشتغل على قدم الوساق، وخاصه في علاقاتك وعلاقاتك العاطفيه. شايفه هتقابل البارتنر بتاعك، هتقابل الحبيب بتاعك، او هتقابل توأم روحك، وهتقابل علاقه عاطفيه هتدي لك باور،
هتدي لك باور وهتدي لك سعاده وهتدي لك انطلاقه، وخاصه في شهر مايو. افتكروا الكلام ده كويس، شهر مايو او شهر 5 عام 2024 هو شهر عاطفي مميز جدا جدا بالنسبه لكم. يعني ممكن تحتفل بخطوبتك، بقرايه فتحتك، بارتباطك الرسمي، بمقابله شخص هياثر عليك في حياتك بقوه جدا جدا. يبقى شهر مايو 2024 ان شاء الله باذن الله يكون شهر زواج، شهر ارتباط رسمي، شهر ترسيم علاقه لمواليد برج الجدي. طيب ما عندكمش معاكسات فلكيه خالص، يعني ما عندكمش معاكسات، يعني مثلا زحل بيرخم على العذراء، بيدخم على الدلو. يعني زحل اكتر برج مرخم على الناس كلها في موقع دعم ليك، بالعكس بيدعم اجتماعياتك، بيدعم طاقتك الاجتماعيه، بيدعم علاقاتك، بيدعم مهنتك. فانت يعني انا شايفه كمان بلوتو بعد 20 سنه هيسيبك ويرحل ويقول لك باي باي، مع السلامه، اخيرا انا ماشي سايبك بقى. انا شايفه النص الاولاني عندكم برضو ترقيه، عندكم علو شان، عندكم يعني كده هتترقى، هتبقى شخص انفلونسر يا برج الجدي، هتبقى مؤثر جدا جدا في حياتك. يبقى النص الاولاني انت من الابراج الاكثر حظا، من الابراج الاكثر طاقه، من الابراج يعني انت يا برج الجدي، خدوا بالكم بقى، حطوا 60 خطه على الموضوع ده، ما شاء الله تاتش وود، مش عايزين نحسدكم. انتوا من الابراج الاكثر حظا في حاجتين، في المهنه وفي العمل، واجتماعيا كمان وعائليا. اوكي طيب، يبقى النص الاولاني وجود المشتري في برج الثور عندك بيديلك شهره، عندكم شهره. الناس اللي بتشتغل يا جماعه، يعني رمضان السنه دي مواليد برج الجدي هيكسروا الدنيا. اي حد من مواليد برج الجدي في السليبرتيز، في السوشيال ميديا بيبل، هيعملوا نجاحات عظيمه. عندكم شهره، عندكم نجوميه شعبيه، نجمك هيلمع، الناس كلها هتسقف لك، هتقول لك برافو. يبقى الناس اللي ليها علاقه بالسوشيال ميديا او ليها علاقه بالشهره بقى، مغنيين، مطربين، ممثلين، برج الجدي السنه دي سنه علو شان، سنه انتشار. هتعمل حاجه مثلا، مغنيين يعملوا اغنيه تكسر الدنيا، هيعملوا حاجه بقى اللي هو واو، الناس هتقول لك واو واو واو، شعبيه. وكمان عندكم مصالحات في شهر 5، شهر 5 شهر رائع بالنسبة لك، أو عودة علاقات برضو. كمان ممكن تفرح بطفل صغير أو ولادة طفل صغير في عيلتك أو عندك. كمان أنا شايفة ممكن تبتدي مشروع جديد أو تشتدي عندك بداية جديدة هترفعك، وعندكم أمنية هتحقق لكم حاجة كان نفسك فيها يا برج الجدي. كان عندك أمنية وكان عندك حاجة نفسك تحققها، هتقدر تحققها إن شاء الله بإذن الله يا برج الجدي في عام 2024. فهو عام تحقيق الأحلام، عام السعادة، عام التقدم، عام الفرحة، عام اللي هو حلول المشاكل، عام اللي هو رجوع كل حاجة لمكانها، رجوع تصحيح الأوضاع. طيب تعالوا نتكلم، يعني نصيحة للمتجوزين من برج الجدي، المتجوزين من برج الجدي. انا شايفه ان هو سنه قويه، سنه بتوطد علاقتك مع البارتنر بتاعك. يعني متجوزين اللي كانت علاقتهم مثلا اون اوف، بيتخانقوا مع بعض شويه، علاقتكم عامله كده، لا، هيبقى علاقتك اقوى بالبارتنر بتاعك، في حب، في انسجام، في عطاء، في مشاعر حلوه، في تعبير عن المشاعر رومانسيه. انا شايفه ان المتجوزين علاقتك مع البارتنر بتاعك هتكون اقوى، علاقتك هتكون احسن، حتى لو عدت مشاكل هتعدوها بقوه. شايفه كمان ان انت بتدعم الشريك بتاعك او الشريك بتاعك بيدعمك، في حب، في طاقه، في طاقه، يعني حتى لو كنت مثلا بتشك فيه بتغير عليه، طاقه الغيره والشك بتروح، شايفه طاقه حب، ما فيش مشاكل قويه، ما فيش. يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله برج الجدي تاتش وود، سنه للمتجوزين رائعه، سنه حلوه، سنه فيها حب، فيها ود، فيها ميثاق غليظ يعني. طيب وشايفه ان انت يو ويل جيت كلوزر للبارتنر بتاعك، هتقربوا من بعض اكتر، هتعبروا عن مشاعركم، هيبقى عندكم طاقه اللي هو بقى ايه، الحب مولع في الدرايه كده. وهيبقى ليك تاثير قوي في حياه البارتنر بتاعك، انك بتدعمه، انك بتقدم له حلول، كانك بتساعده في حاجات كتيره قوي قوي. فهي سنه قويه جدا كده. طيب اما العزاب، فشايفه ان انت بتدور على الحب الحقيقي، بتدور على الحب اللي هو بلا حدود، وشايفاك هتقابل الحب، وهتلاقي عندك اللي هو ايه، برج الجدي دايما بيهرب من الحب، ما بيحبش الحب، ما بيحبش الرومانسيه، وبيحب شغله وبيحب مهنته بس. فالسنه دي هتلاقيك بتقدم على العلاقات العاطفيه بشجاعه اكتر. فهي سنه ارتباط، سنه زواج يا برج الجدي، سنه 2024 هي سنه زواج، سنه ارتباط لبرج الجدي. اوكي، عندكم علاقه عاطفيه هيتم ترسمها، او علاقه حب بتزيد رومانسيه بقى، عندك رومانسيه طاغيه ناريه كده يا برج الجدي ان شاء الله باذن الله، وخاصه في شهر 5. يبقى شهر 5 هو شهر الحب بالنسبه لك، لان المشتري هيبقى موجود في برج
تورو ده كوكب الحب كمان، ده منزل الحب بالنسبه لك كمان. الشمس موجوده في برج التورو، ده منزل الحب، فشايفه فيه ابراج كتير جدا جدا بتدعمك. انا شايفه يعني هيبقى عندك اللي هو ايه، انت هتحط الحب والرومانسيه والعلاقات العاطفيه بالنسبه لك في بريوريتي مع مع الشغل والمهنه، لان احنا عارفين طبعا ان برج الجدي رقم واحد عنده هو شغله ونجاحاته وتقدمه يعني. شايفاك هتبقى بتدور على الحب الحقيقي، انت عايز تحب وتحب وتعيش قصه حب، عايز المشاعر دي، بتدور على المشاعر الصادقه، بتدور على الشخص يعني اللي يديك بكرم ويديك بجود مشاعر حلوه. انا شايفه كمان في العمل انت افضل بكتير جدا طول السنه، انت كويس في العمل، بالعكس عندك ترقيه، علو شأن، انتشار، موهبتك بتبان، شهره يعني. ناس الموهوبين، ناس بيشتغلوا كرياتيفيتي، يا برج الجدي هتبقى كرياتيف، الناس اللي بيشتغلوا في حاجات ليها ابتكار او ليها كرياتيفيتي، ناس تقول لك برافو ويلدن، انت شكلك حلو قوي، انت ازاي عملت الكلام ده. فانا كمان شايفه ان عندك موهبتك بتبان، هتبقى اكثر شهره، اكثر وجودا في كمان عندك حلول لمشاكل كتير جدا، او بتخرج من صعوبات، ثقتك في نفسك اعلى، بتقدر تسيطر على مقاليد الامور في حياتك. بس الحاجه الوحيده اللي بنحذر منها دي علاقه بالمهنه، هو موضوع الفلوس. من اول ما بلوتو ينتقل لبرج الدلو، ده المنزل المالي السلبي، زي ما قلت لكم ممكن تكثر مصاريفك اللي ملهاش لازمه، تبقى مبذر قوي، تصرف في حاجات ملهاش لازمه، بتصرف في حاجات ملهاش، ممكن حد يبقى ياخد منك فلوس بطريقه مش لطيفه، حد بيستغلك ماديا، بتصرف يعني مش، انا مش شايفه ان انت بتصرف بالشكل الصحيح. فمصاريف تكير يا برج الجدي. طيب انا عموما شايفه ان هي سنه قويه، سنه ايجابيه، وقلت انتم ملوك الحظ يا برج الجدي، يعني انتوا التور توب تو لحد دلوقتي، التور والجدي، واو 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 يعني. طيب شايفاك كمان زي ما قلنا النص التاني هيبقى عندك اهتمامات عائليه، اهتمامات منزليه، بتحب تقعد في البيت اكتر، بتقضي وقت مع العيله اكتر. وعندك تغييرات جذريه انا شايفاها لمصلحتك جدا جدا يا برج الجد. طيب من الشهور اللي لازم تخلي بالك منها كويس جدا صحيا، شهرين، شهر ديسمبر تخلي بالك جدا على صحتك او صحه شخص قريب منك، وكمان شهر يونيو، يعني يونيو ديسمبر شهرين محتاجين منك ان انت تخلي بالك على صحتك، تخلي بالك صحيا جدا جدا جدا. انا شايفه من افضل شهورك بصراحه شهر مارس، شهر مارس شهر قوي، ويناير، اوف يناير حلوه قوي، يناير عطارد هيتنقل لبرجك، التاني عطارد هيكون موجود عندك في برجك، الشمس بتدعمك، فيناير شهر قوي جدا بالنسبه لك، اشتغل عليه من بعده، خاصه بعد يوم 2/1، لان من 2 يناير العطارد هيكون متراجع في برج القوس، بعد كده هيبدا في التقدم. انا شايفه يبقى شهر يناير شهر قوي جدا جدا، مش يبقى احنا شهر يناير قوي، فبراير تهدى شويه، مارس قوي جدا جدا جدا. انا شايفه ان شهر مارس من الشهور المعطاءة اللي بتدي لك كتير جدا جدا جدا. طيب اكتر بقى شهر دايما دايما، مش بس في سنة 2024، برج الدلو جدي، كل شوية اقول دلو وجدي وجدي الدلو، دلو وجدي وجدي الدلو. اكتر شهر برج الجدي لازم يحذر منه هو شهر، اكتر شهر برج الجدي لازم يحذر منه هو شهر يا جماعة، شهر يوليو، او بالتحديد كده من يوم 22/6 يوم 22/7، لان الفتره دي الشمس هتكون موجوده في السرطان، وزحل هيكون موجود متراجع، نبتون كمان هيكون متراجع في برج الحوت. الفتره دي دايما 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 يا جماعه شهر 7 وبيبقى اصعب شهر بالنسبه لكم، لان الشمس بتبقى في وشك في الدائره الفلكيه عامله لك معاكسات، فخلي بالك بقى، تحس ان في شويه صعوبات، في شويه عراقيل كده بتظهر لك، تحس الدنيا مش ماشيه معاك، تحس ان انت مش طايق نفسك، عصبي، خلقك ضيق، هو برج الجدي اصلا عصبي جدا، مش طايق نفسك، روحك في مناخيرك، اللي هو خلي بالك على شراكاتك المتجوزين برده، خلي بالهم من خلافات او مشاكل او حوارات. اكتر شهر يخلي بالهم متجوزين هو شهر الفتره اللي انا قلت عليها، من يوم 22 يونيو لحد يوم 22 يوليو، اللي هو من 22/6 ل 22/7. الفتره دي طول حياتك دايما شهر في الفتره دي مواجهه الشمس ليك بتعمل لك صعوبات، بتعمل لك مشاكل، بتعمل لك قلق. والفتره دي كمان نبتون هيكون متراجع في الحوت، زحل متراجع، ومعاكسه الشمس ليك، كان ثلاث حاجات بتاثر عليك. يبقى كده شهر ابريل لازم تخلي بالك كويس جدا جدا، لان كل الكواكب متجمعه في برج الحمل، فده مش موقع داعم ليك. شهر سبتمبر از نايس، يعني سبتمبر حلو دايما، عشان برضو شمس العذراء وفينوس موجود في العذراء، وعطارد اعتقد كمان هيكون موجود في العذراء، ففي مواقع داعمه جدا جدا ليك. طيب ابريل خلي بالك بقى، تك كير. ليه بقى؟ شهر صعب، شهر مش سهل، شهر مش
سبورتيف ليك يعني دايما. ابريل برضو خلي بالكوا في شهر ابريل يا جماعه خلي بالك من حوارات تصعيد امور مشاكل تحس برضو ان انت مش طايق نفسي مش عايز اتكلم مع حد لان برضو في الفتره دي عطارد ممكن يكون عطارد هيكون متراجع فيها. فبرضو خلي بالك من مشاكل مع البارتنرز بتوعك في العمل او في الشغل او الماليين او مديرينك في الشغل. برضو علاقاتك مع رؤسائك مع اشخاص عندهم نفوذ فتكر جدا جدا في الموضوع ده. فانا شايفه ان ابريل شهر مش سهل. يناير حلو جدا. فبراير مش سهل. مايو واو واو واو. مارس واو 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 بالنسبه لك. كمان شايفة يوليو خلي بالك خلي بالك خلي بالك. اغسطس خلي بالك كمان. يعني اغسطس شهر اللي هو ايه عارفين خليك لو بروفايل. يعني شهر مايو هو شهر عاطفي بجدارة. يعني هو شهر انا بقول لكم هو هتلاقي الحب هتعيشوا قصة حب هيبقى عندكم قصة عاطفية قوية جدا رومانسية هتحس لحظات حلوة تعوضات عاطفية قوية جدا جدا. انا شايفة كمان من اواخر 8 او 24 9 او من 23 من 23 8 23 9 دي فترة قوية بالنسبة لكم لان الشمس موجودة فيها في برج العذراء. فعندكم برضو فرصة سفر على فكرة. برضو عندكم في شهر مارس فرصة سفر. يبقى مارس ممكن يكون عندك سفر. كمان شهر سبتمبر عندكم فرصة سفر وهيبقى عندك اجتماعياتك حلوة جدا لان الشمس بتدعمك في بيت العلاقات بتاعتك. فعندك كونكشنز عندك علاقات جديدة بتعرف على ناس جديدة بتعرف على ناس مشهورة ناس عندهم سلطة ناس هتدعمك ناس هتساعدك. وشهر سبتمبر شهر قوي. نوفمبر يا جماعة واو. نوفمبر شهر من الشهور القوية جدا جدا لان شمس العقرب بتدعمك فيه. فانا شايفة ان ديسمبر بس اللي تخلي بالك فيه. ديسمبر احنا الاشهر تاني اللي لازم نركز فيها. نقول تاني الاشهر الاكثر حظا لمواليد برج الجدي. واحد برج شهر يناير. اتنين مارس. تلاتة مايو. اربعة سبتمبر. خمسة 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 نوفمبر. اوكي دي الافضل الشهور. طيب برضو في شهر اكتوبر لازم تخلي بالك لان الشمس هتبقى موجودة في اعلى نقطة فلكية عندك. فده يا اما بيعرضك لمساءلة او بيعرضك لشهرة. يا اما شهرة بقى والناس تقولك برافو ويلدن حلوة قوي. يا اما تحس ان انت يعني اي حد بتلكك لك على غلطة. خلي بالك في علاقاتك مع باباك ومامتك المتجوزين خلي بالهم علاقتهم مع البارتنر بتاعهم. او خلي بالك علاقتك مع شخص مسؤول او شخص عنده نفوذ او عنده سلطة. بلاش مخالفة قوانين. بلاش مخالفة بلاش مشاكل لان المشاكل لو اتقفشت برج الجد. طيب يبقى يعني انا شايفه في حد بيقول يعني في برج الجدي عنده ارتباط. يس بنسبه كبيره جدا جدا ان شاء الله. قولوا ان شاء الله. تفائلوا بالخير تجدوا. واشكركم يا برج الجدي. انا عايزه اشكر مواليد برج الجدي لان هم الابراج الاعلى نسبه مشاهده عندنا في الشانل. وليه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه في عام 2024. عايزاكم كده بقى تدخلوا يا برج الجدي سنه 2024 وانتوا بقى ايه حاميين سنانكم كده وتخشوا كده تكسروا الدنيا. لو وسع وسع كده بالظبط لان هي سنه قويه. سنه بناء سنه تطور سنه تقدم سنه تحقيق احلام سنه شهره سنه انجازات. واو يا برج الجدي يعني تاتش وود. مبروك مقدما. ثانك يو باي. بحبكم جدا. بليز ما تنسوش تعملوا لايك عشان تشجعوا القناه تشتركوا في القناه اول مره تابعوني تابعوني على انستغرام وعلى تيك توك وعلى اليوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا باي.